راشد بن محمد الزقيبة، يا سلام بارودة والتماس، ولكن بارودة 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 بارودة، وأيضا وصول خطير على المركز الثالث الغزيل لمحمد بن علي بن حمد المري على المركز الثالث، بارودة 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 الزقيبة، يا سلام يا سلام يا في أصعب نقطة في الميدان يغير مجريات الأمور، كما ذكرت خبير في التضمير كبير في التضمير راشد بن محمد الزقيبة، تهانينا يا الزقيبة، تهانينا يا راعي بارودة على هذا الفوز وعلى انتزاع أول وأقوى الأشواط في هذا اليوم يستهل شعار الزقيبة، ناموس الشوط تهانينا، والناموس لحظة الوصول. المركز الثاني التماس لمحمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث يا الصومالي، راهي 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 مشاهدينا الافاضل، راه راهي على الناموس 500 متر اخيره، راهي للسيد سعيد بن محمد الصومالي مع هذه الاندفاعه مع هذه الانطلاقه المتميزه، يا سلام يا الدبلوماسي، ولكن مختار قادم بقوه، مختار حمد بن قانم الهديفي، يا سلام يا سلام يا سلام، سعيد بن عبيد بن رشدان المري في تضميره، اول اشواط الجذاع القعدان في أشواطنا المفتوحة، يذهب مشاهدينا الكرام إلى عزبة سعيد بن محمد الصومالي، ومع راهي ومع انطلاقة راهي المية متر الأخيرة تحتضن هذا الشعار وتحتضن انطلاقة راهي هذه لحظة وصوله إلى خط النهاية، تهانينا لسعيد بن محمد الصومالي على هذا الناموس. المركز الثاني يصل مختار حمد بن غانم الهديفي، المركز الثالث انتقلت في هذه اللحظة الطيارة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على المركز الرابع والمركز الخامس، أيضا شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على ظهر مهابة على ظهر مهابة على ظهر مهابة، يا سلام، عودة إلى مقدمة الشوط، الناموس الناموس وين الناموس وين، هنا اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، هنا شعار محمد بن علي بن حمد آلف هيدا المري ينتزع النقطة، يفوز يفوز بهذه اللحظات، يفوز بهذا الشوط الشوط الثالث، ولكن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري خطير حتى هذه اللحظة يا آلف هيدا، خطير خطير خطير، ولكن تهانينا لمالك الشهنية، مالك الشهنية محمد بن علي بن حمد آلف هيدا المري على فوز الشهنية بالمركز الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني أبعاد محمد بن زايد بن خلفان هو الأقرب للفوز، ولكن ولكن كل شيء وارد كل شيء وارد في هذه الرياضة، ولكن الوضع الوضع ما يطمن يا راشد يا بن ناصر المريزيق اللي قادمين في هذه اللحظات، محمد بن زايد المنصوري، ولكن أعود إلى سراب أعود إلى سراب أعود إلى سراب راشد بن ناصر المريزيق، مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات سراب واللحظات الأخيرة، سراب واللحظات القاتلة، سراب واللحظات المحرجة في هذه اللحظات، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المنصوري، يا سلام يا سلام، تجمل يا سراب في الميتين متر الأخيرة، يا سلام، الله 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 الله، يا سلام، تهانينا والناموس لمالك سراب بالفعل، جم الكرام بطولاتي المميزة مع كل موسم يظهر بظهور مميز، وفي هذا الموسم أيضا من بداية هذا الموسم يظهر ظهوره المعتاد مع مقدمة هذا الشوط، سلام مع المركز الأول، شعار العطية مع المركز الثاني، وهنالك أيضا شعار بن كبيدة أو هنالك بن حلفان مع المركز الثالث، ولكن سلام قفلت على مجريات هذا الشوط، قفلت على مجريات هذا الشوط، وهي صاحبة الكلمة وصاحبة الناموس، إذن سلامي على سلام، ولحظة وصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس، ثالث كان محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ثاني المراكز، كان الوصول قبل شوية لمحمد بن خالد العبدي. يا سلام يا حمد يا سلام، هل المعذر اليوم يمطرهم الباز بالسلام، سلام المعذر، سلام سلام سلام، وتحية واحترام لهذا الشعار
المحترم من فرض السيطرة على صدارة الشوط بقيادة وبرفقة خبير المضمرين سعيد بن رشدان المري. يا سلام يا الباز، سلام سلام الهديفي، سلام سلام المعايدر، سلام 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 سلام، وتحية واحترام للباز، سلام للباز على هذا التقدم الممتاز. الباز بدون أي منافس مشاهدين الأعزاء يختطف ناموس الشوط، وسلام مباشرة من الشحانية إلى المعايدر في هذا اليوم لحظات الوصول. المركز الثاني، المركز الثاني أيضا الباز. هذا الموسم في أشواطنا العامة مشاهدين الكرام، الظبي الظبي مع هذه الاندفاعة ومع هذا العرض الجميل 400 متر أخيرة، ما شاء الله تبارك الله، الله يا الظبي، يا السلام يا السلام يا الظبي، انطلاقة الظبا تتواجد في الظبي مشاهدين الكرام، يا السلام 200 متر أخيرة مشاهدين الأفاضل تفصلها عن خط النهاية. تهانينا والناموس، نحمل سلاماتنا على ظهر الظبي إلى مالكها حمد بن قانم الهديفي على انتزاعها هذا الناموس. والتوقيت يتحطم، التوقيت يا سلام، المركز الثاني مشاهدينا الكرام. المركز يا سلام، تحرك الرامي، رمى الرامي، انطلق محمد بن حمد بن عتيق المري، انطلق بالرامي، أعلن بدء المنافسة. يا سلام، الله الله الله، مبعد 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 إلى المملكة العربية السعودية، السلام إلى المملكة العربية السعودية. سالم بن راشد بن رشدان المري، أم يبقى السلام شحاني إلى بشاير هناك، إلى بشاير لغويبة لغويبة. يا سلام، تهانينا تهانينا والناموس على فوز مبعد سالم الراشد بن رشدان المري على هذا الفوز المميز، تهانينا والناموس. المركز الثاني الرامي محمد بن حمد بن عتيق المري، المركز الثالث من وصل في اللحظات الأخيرة. ميعاد ومخيفة والشكل الفنان، مخيفة والشكل الأداء الممتاز، مخيفة وهي المنطلقة المبدعة بالفعل، المبدعة بالفعل. ويا سلام، 300 متر الأخيرة، 300 متر الأخيرة، ولكن في هذه اللحظات لا يسعني على الهواء بثا مباشر إلا أن أتقدم بالتهاني والناموس والفوز والانتصار لمالك مخيفة ومالك ميعاد والعصاب الابطان، والعصاب الابطان اشكرك يا أبو سعد. تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز اللا مستغرب على هذا الشعار. ها هي لحظة الوصول، والمركز الثاني ميعاد، وصل على الميعاد، تهانينا له على هذا الإنجاز. المركز الثالث، ولكن أعود مع ملفت، ملفت واللحظات الأخيرة، ملفت والأمتار الحرجة، يتواجد مع الصدارة مع حمد بن علي بن محمد المري، ولكن المكسور شعاره مع المركز الثاني، نجم المواسم مع المركز الثالث، بن شنا مع المركز، هنالك الرابع، وأيضا هنالك بن مشروع مع المركز الخامس، وأعود إلى الصدارة، أعود إلى ملفت. يبدو بأنه ألفت الأنظار، ألفت الأنظار لصالحه، وأيضا قلب الطاولة على جميع الأسماء. المشاركة الثانية، تبركاتي حمد بن علي بن محمد المري، الثاني المراكز كان الوصول من قبل مكفي سالم بجل الله. حساس حساس يا مضمرين، وهاجه والتماس، وهاجه والتماس، وطرايف طرايف 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 طرايف. يا سلام، طرايف على المركز الثالث، ترفع راية التهديد لمبارك بن قطام المري، ولكن وهاجه 300 متر، وأيضا وهاجه اللي على الفوز وعلى الناموس معتاده. يا سلام يا سلام، سلام سلام سلام، والتحية واحترام للممثل الغربية، ونعم التمثيل بوزايد، ونعم التمثيل، ولكن طرايف، لا 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 لا، الموقف حساس يا بوزايد. طرايف وهاجة، طرايف وهاجة، وهاجة وهاجة وهاجة، مشاهدين الأعزاء تنقل السلام إلى الغربية، سلام الغربية، سلام سلام الغربية، سلام. لحظات الوصول، إلا وهاجة في المركز الأول. باي باي
تحياتي لكل المتحدين. هذا هو المشهر مشاهدينا الكرام، تهانينا من هذه اللحظة ومن هذا الموقع مشاهدينا الأفاضل إلى مالك المشهر مسفر بن عبد الهادي المري على هذا الناموس. يا سلام، الله الله، نطالبك كذلك بالعرض يا راعي المشهر. يا سلام يا سلام، يسلم يسلم راسك. سلاماتنا وتحياتنا إلى القويبة وإلى ميدان القويبة. يا سلام، الله، هذا هو المشهر. تهانينا لمسفر بن عبد الهادي المري على فوزه وتحقيقه بهذا الناموس. المركز الثاني يصل سمران لعلي بن راشد بن عبد الهادي. بينما المركز الثالث، يا سلام، وصل أيضا، وصل الإعصار بالثلاثة المراكز الأولى، يعني الأول والثاني والثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع لغزي محمد بن سعيد وعامر الخيارين. يلا يا الخيارين، يلا يا الخيارين، ويلا يا بن عبدة، يلا يا بن عبدة، 200 عن خط النهاية، عن خط النهاية. الظبي علي بن عبد الهادي بن عبد المري، ولكن المقدمة والصدارة، المقدمة والصدارة مزنة، مزنة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، تعلن الفوز، تعلن الفوز، وتعلن أيضا وصولها إلى خط النهاية كأول الفائزات. بينما المركز الثاني هواية، والمركز الثالث لمحة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. بينما المركز الرابع العويسي المشارك، وليقول لديه تواجد قوي وأيضا تواجد العنود محمد بن جابر بن جوير، لكن الصعب بن جوير، لكن الصعب دائما مع الصعب. ذهبت مهابة 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 مهابة، انطلقت مهابة، غادرت. يا سلام، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بن جوير قادم يا أبو زايد، هنا هنا هنا، جابر بن جوير قادم مشاهدين الأعزاء مع العنود، لكن مهابة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري نتقدم له بالتهاري والفوز والانتصار. رجل رجل النواميس مستمر محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهذه انطلاقة مهابة. في المركز الثاني العنود محمد بن جابر بن جوير. نجم المواسم الإعصار الغربي يقدم لنا هذه الأسماء الجميلة مع الثلاث المراكز المتقدمة، غرام ووصف ومنوى، منوى وغرام ووصف. الله، منظر جميل، منظر أجمل مما نوصفه بهذه الإذاعة. إذن تغير المجريات بهذه اللحظات، من ومن انطلقت مع الصدارة مع المركز الأول. إذن نهني محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بهذه التشكيلة الجميلة. شعار بن سفران وصل مع المركز الرابع، وهنالك بن حليس مع المركز الخامس. ولكن سلام سلام عليكم يا أهالي ميدان الغربي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع حصول الثلاث المراكز المتقدمة المملوكة محمد بن زايد.